لرد الوفاء بالوفاء، ومن أجل مناصرة جهود النخبة في استتباب الأمن بحضرموت، وتحت شعار النخبة الحضرمية حماتنا، كرم ثلة من شباب حضرموت من جميع التخصصات العلمية والمهنية قيادتي النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة نظير تضحياتهم ودورهم الفاعل في حفظ الأمن وجعلهم حضرموت أنموذجا للسلام. فعاليتنا اليوم 31 من أكتوبر 23 فعالية شبابية تضامنهم مع النخبة والنخبة متضامنة معهم، وهذا إنما يدل على وفاء الشباب ووفاء ابناء حضرموت مع جيشهم ونخبتهم، وأتمنى التوفيق لهم ومزيدا إن شاء الله من هذه الفعاليات. نقول بارك الله جهودكم، ونقول بارك الله فيكم جميعا سواء من شباب أو شابات، فأنتم فخرنا مثل ما أنتم تفتخروا بنخبتكم وأمنكم، وعلى بركة الله سيروا وإحنا إلى جانبكم في كل الأحوال. الحملة الشعبية الشبابية شارك فيها ممثلين عن ذوي الهمم ومهندسي النظافة لرد الوفاء نيابة عن شباب حضرموت، واحتوت الفعالية على كلمات وقصيدة شعرية وتكريم قائد النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية ومدير عام الأمن والشرطة. هي تحية إجلال قدمناها هذا اليوم وحملة مناصرة لجهود قوات النخبة الحضرمية والأمن على استتاب الأمن في حضرموت، وعلى النموذج الرائع والمشرف للنخبة الحضرمية. مجموعة من الشباب الناشطين المهندسين الأطباء حبوا أنهم يعملوا هذه اللفتة، فكرة شبابية من نابعة من صدق من الشباب تجاه النخبة الحضرمية اللي هم يعتبرون تحت خط النار الدائم في نقاط عسكرية، في الجبال، في الهضاب، حتى في السواحل المتواجدين. فأقل وفاء أن نقول لهم نحن بجانبكم، نحن مساندينكم، نحن حضرموت وأنتم حضرموت، فكلانا هدفنا واحد. أنتم فخرنا ومصدر عزتنا، بكم ننعم بالأمن. كلمات صادقة انطلقت من شباب حضرموت المحبين لوطنهم، حاملين في ذواتهم بنادق صدق وبارود وفاء. محمد بن فضل لقناة حضرموت المكلا.